أهلا فيك. بالبداية خبرنا عن ردة فعلك بس عرفت بالقرار ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. هلا أصولا ما لازم يكون عندنا ردة فعل بسبب كثير بسيط، أنه من لا يملك أعطى لمن لا يملك، فهو قرار باطل من أساسه. يعني أنت ما في عندك شيء، حدا بعتذر للكلمة، فهو حدا مريض نفسي أعطى لحدا مريض نفسي. نحن ما بنعترف بقراره، يعني ما له قرار. أنت لا تملك شيء، ما بيحق لك انت تعطي شيء ما بتملكه. لا، انسان ما بيملك شيء، وفي اصحاب ارض موجودين. نعم. يعني الجولان سوري، ما فيك تغير هذا الشيء لا بالتاريخ ولا بالجغرافيا ولا باي شيء. ما اخذت القرار لانه انا بعرف انه قرار فاشل، يعني ما في منه نتيجه، يعني ما اعطيته اهميه بصراحه. نعم، احنا اصحاب الحق ونحن السوريين وهي ارضنا. نعم اكيد، احنا اصحاب القرار كمان طبعا هاي. القرار والقرار. نعم. من عنا. نعم. يعني ما حدا في غيره. يعني انت قد ما مر سنين، هني ممكن يقعدوا 100 سنه يتآمروا عليكي، انت بتجي بسنه واحده بتفشلي لهم كل مؤامرتهم، فيعملوا شو ما يعملوا. نعم. نضال اللي كنا عم نحكي قبل شوي مع الاستاذ حسن ميم يوسف. نعم. واشار الى اهميه وجود اليوم المثقفين والادباء والفنانين باي قرار يتخذ بحق سوريا، خاصه بالقرار الاخير اللي عم نحكي عنه. نعم. هلا نحن، فاليوم انت حضرتك كفنان كيف بتساهم بالرفض؟ كيف بتقول لا اليوم لمثل هي القرارات؟ احنا قادرين دائما، كل انسان بمجال عمله بمنحه اللي بيتخذه بيه، سواء بالكتابه سواء بالشعر سواء بالفن حتى سواء بالكلمه، ان كان محلل سياسي ان كان حتى انتم كاعلاميين قادرين انه تعبروا، كل انسان بمجاله. انا بمجالي عبرت، بلوحاتي عبرت، حاولت دائما. نحن مجالنا بفن الكاريكاتير قادرين نوصل لاي حدا بالعالم احيانا بدون ولا اي كلمه، قادرين نوصل صوره وقادرين نوصل صوت بطريقه نعبر فيها عن راينا اللي هو الرافض لاي قرار عم تتخذه، مثلا سواء هيئات دولية أو دول نعتبرها عدوة صراحة. نعم. يعني أنا ما عاد فينا أقول إنه صديقة أو شيء. أمريكا هي عدوة للشعب السوري كقيادي وليس كشعب. فقراراتها نحن نعبر عنها بالرسم، أنا بعبر دائما بلوحاتي وأغلب الأحيان تكون ساخرة وكثير. نعم. يعني أنا ما فعلا هي قرار بحاجة للسخرية. يعني ما فيك تعطيه حجم كبير. يعني أنت عم تحكي عن إنسان عفوا اللي قاعد عم يدير إدارته، شؤون إدارته عظمى من وراء تويتر، فأكيد ما راح يكون إنسان سوي. لأي درجة الفن بيلامس الواقع وبيلامس الألم وممكن يقلب المأساة المبكية إلى ضاحكة بالنسبة للعالم؟ الفن تبعك ممكن كيف ممكن توصل الرسالة للعالم؟ دائما أنت بتوصلي قلق، أنت عم تلامسي شعور الناس من خلال اللي عم يعانوه. القرار اللي طلع مثلا احنا كلنا انصدمنا فيه وانزعجنا وإلى آخره، فنحن عبرنا عنه بهذا الشيء بالسخرية منه، زغرناه لانه هو بالاساس صغير او بالاحرى ما هو موجود. فانت بدك الشغلات اللي هن بيعملوها كبيره، نحن بدنا نفرجي انه هي ولا شيء. فانا عبرت بطريقتي انه هذا القرار غير موجود. يمكن دائما الالم او الشيء اللي بيوجعك حاولي تصوريه بطريقه تخففي عن الناس، تضحكيهم عليها. يعني بتصور اوجاع الناس وبتقلبها لضحكه لهم. ايه طبعا مزبوط، بطريقه سخريه. وكثير اهميه الفن بهالوقت. الفن كثير مهم، ما انت دائما الازمه السوريه اللي عم نعيشها نحن استخدموا فيها الفن، استخدموا فيها الشعر، استخدموا فيها الاعلاميين، كل اساليب التضليل استخدموها ضد البلد ومع ذلك فشلوا. نحن عندنا في شيء اسمه عقيده، في عندنا مبدا، في شيء تربينا عليه. نحن بنشوف هلا عفوا شيء من هي اللوحات، خلينا نحكي عنها بشكل تفصيلي استاذ نضال. هلا بتحبي واحده واحده لهون، نتنياهو عم يلعب بالنار، واللي بيلعب بالنار دائما بيحترق. النازية واليهودية أو الصهيونية عفوا مو اليهودية، هي وجهان العملة واحدة، يعني هن مجرمين حرب قتلة. الضمير العربي نائم عن كل ما يتخذ من قرارات. القوة الإسرائيلية الوهمية اللي عم تكبر أمريكا، اللي دائما فرجينا أنه هي حجمها كتير كبير، ولكن هي أوهن من خيوط العنكبوت بالمجهر عم تشوفها. كيف خطرت لك هاي الفكرة بأنه تعبر عنها بالفن؟ هلا دائما انتي من خلال متابعتك للاحداث، من خلال متابعتك للي عم يصير هون القدره بانك تترجمي مقاله كامله للوحه او حدث معين ضخم جدا للوحه، مثل القرار تبع ترامب حدث كثير ضخم. نعم. فانت عم ترجميه بلوحه صغيره، بس هو سهل بس ممتنع، يعني صعب منه سهل. نعم. اكيد اكثر من نحاول دائما نوصل الصوره لكل الناس، سواء الفئه المثقفه او الانسان العادي، بدك توصلي له هذا الشيء بطريقه سهله يتفهمي شو انت غايتك من هذا الشيء.
يعني اليوم كنا عم نحكي قد ايه فعلا الاختصار هو اسرع وسيله لحتى نوصل فكرتنا مو بس للعالم العربي والعالم الغربي ايضا. اليوم لوحه كاريكاتور فن ساخر قد ايه بتشوفها هي قادره فعلا توصل لجميع انحاء العالم، خاصه انه اعلام، خلينا نقول اعلام العدو، صح. اول من يتصيد مثل هي اللوحات او حتى مقاطع فيديو وغيرها. هلا انا رح اقول لك ليش. بال 2006 مجموعه من لوحاتي عرضت بموقع اسرائيلي واتهموني اني معادي للساميه، فانا قدرت اني وجعهم وهذا شرف كبير لي. حتى من بدايه الازمه عم نرسم نحن عن الازمه السوريه واللي تعرضنا له، كمان انتشرت بكل المواقع العالميه وترجمت لاكثر من لغه، فهذا دليل انه انت قدرتي توصلي صوتك لبرا بدون ولا كلمه بلوحتك، وقدرتي تتفاعلي مع ناس. حتى انا في ناس من برا تواصلوا معي، انا ما كنا متخيلين هيك، يعني ما كنا متخيلين انه بسوريا هيك. لا، سوريا ما عكس اللي هن عم يصوروها، هن عندهم اساليب تضليل ونحن عندنا اساليب دفاع وقادرين. عندنا فئه مثقفه كثير كبيره، عندنا فنانين بجننوا بصراحه بكل، يعني سواء كاريكاتير او غير كاريكاتير قادرين انه ندافع. شو الرسائل حبيت توجهها من خلال لوحاتك؟ هلا دائما عم بظهر الحقيقه، يعني انت عم تحكي عن اسرائيل اللي هي العدو الغاصب والمغتصب، اللي هي دائما تعمل حال الحمل الوديع وهي الذئب. يعني انا عم حاول وضح، يمكن انا مباشر زياده بموضوع الكاريكاتير وبيتهموني بهذا الاتهام انه انت كثير قاسي. اوكي قاسي، بس هذا الواقع، نحن ما عم نعيش بمدينه احلام، نحن عم نعيش واقع، فبدنا نصور الواقع على اساسه هو مثل ما هو. أكيد اليوم كان هذا القرار الجائر ومحاولة لاغتصاب أرض وخيرات شعب هو الشعب السوري. لقدام شو حابب تقدم لنا كمان أستاذ نضال؟ أنا دايما أنا مواكب للحدث السوري اللي هو وجعي، وجع بلدي. نحن دايما بنحاول نوصل اللي عم يصير من وجع الناس أو وجع الواقع، سواء اجتماعي او سياسي او ثقافي او الى اخره. فحسب الترتيب الحدث، نحن بنتمنى دائما يكون الاحداث خير علينا ويكون لحتى نرسم على الخير. انت اكيد رسمت عن الكهرباء. اكيد رسمت عن الكهرباء ورسمت عن المازوت ورسمت عن الغاز، وعذرا من المسؤولين انا بحبكم كثير بس معلش احيانا بدنا نرسم بس بدنا نرسم. في الم في الم وفي وجع، الناس تعبت كثير، فبنحاول نخفف عنها شوي. بالإضافة أنا بوجه تحية عن جد الشعب السوري، يمكن أنت ما بتتخيل قد ايه عظيم، ما بتخيل. أنا في ناس من برا بتتواصل معي بتحكي عن أنت السوري شغلة، لأنه اللي عملناه بثمان سنوات ما حدا عمله بالعالم ولا حدا قدر يعمله. وقريبا جدا إن شاء الله يا رب بنتبشر بموضوع الجولان. الجولان قطعة من القلب أكيد، فما راح تطلع براتنا، بس راح القلب راح سوريا أكيد، ما بتروح جولان أكيد. شكرا لك أستاذ نضال، وشكرا لهي اللوحات المميزة يلي شفناها، بدنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. يخليك يا رب، وشكرا لكم. شكرا لك، أكيد فنان متميز خلقت بصمة خاصة فيك، ونتمنى لك التوفيق بكل خطواتك. يخليك يا رب، وشكرا لإخباري سوريا. شكرا أهلا لكم. فيك. وهلأ فرح منكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، نلتقي بكرة على الساعة 9. ولكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير، وتمنياتنا تبقوا بألف خير، وتحيتنا الأولى والأخيرة لرجال الجيش العربي السوري ولأهلنا في الجولان الحبيب. منقول لهم أنتوا بقلبنا ونحن وأنتوا واحد، والجولان سورية وأكيد حتبقى سورية. ونهارك سعيد يا فرح. بدي أتشكرك أكيد سمر، يعطيكي ألف عافية. بدي أتشكر كل مين تابعنا لليوم، بدي أتشكر المثقفين وجميع ضيوفنا يلي شاركونا اليوم وقدموا كلمتهم ورفعوا صوتهم بالعالي. جولان سوري وسيبقى سوري، أكيد جميع الشعراء الذين تغنوا بالجولان. نتذكر فقط بيتين للشاعر زكي قنصر يقول: جولان يا بنت عم الشمس يحملني شوق لوجهك ما أطفئه، يتقد في كل شبرين من هذا الثرى عبق من الشهادة أو شلواني من جسدي. شكرا لكم، موعدنا بكرة بنفس التوقيت. باي باي.